رياضة الزومبا التي تعد من أهم أنواع الرياضات الإيقاعية يلي انتشرت بالسنوات الأخيرة واللي لا تقتصر على سن معين بل تشمل جميع الأعمار، ولكنها تصلح أيضا للرجال والنساء والأطفال أيضا. وما هي هي التمارين يلي لازم نخصصها الأطفال من رياضة الزومبا، وشو هي المراحل يلي ما لازم نحن المتقدمة من رياضة الزومبا يلي ما لازم نعرض أطفالنا لها؟ رح نحكي أكثر عن هاي الرياضة مع الكوتش هديل سعيد. صباح الخير. صباح النور. سعيد صباحك. صباحك حبيبتي. صباح الخير وأهلا وسهلا فيكي. عم نحكي عن رياضة كتير شائعة، لما بنروح نسجل على النادي بيقولوا لنا بتكون زومبا ولا آلات ولا أي نوع تاني ولا أيروبيك. خلينا نعرف المشاهدين أكثر، نرجع نذكر شو هي رياضة الزومبا وشو بتختلف عند الأطفال. هلا الزومبا هي بشكل عام هي حركات رياضية إيقاعية، يعني ترتبط بالموسيقى. بتختلف الزومبا الكبار عن الأطفال هي بفرق بسيط، بس أنه الصغار بدك تمشي معهم بحركات بسيطة، بحركات تناسب أعمارهم، بموسيقى تناسب سمعهم، تناسب أعمارهم. هلا بتحطي لهم موسيقى سريعة، هنا بقى ما عاد يعرفوا ينطوا ولا بيضيعوا. فبدنا نبلش نحن أول شيء معهم بموسيقى هادية بتناسب العمر اللي عم ندربه، بتتناسب مع حركات الطفل. فهون نحن بنعرف انه الفرق بين الكبار والصغار هي بس فقط الموسيقى فقط لا غير، ايقاع الايقاع. تمام. يمكن اي لعبه بالرياضه او اي رياضه هي الى خطوه اولى والى خطوات متقدمه جدا. اليوم مراحل الزومبا لدى الاطفال، اول شيء باي عمر فينا نبلش؟ ثاني شيء كيف فينا نحن نطور من اطفالنا؟ شو هو المحفز بهي الرياضه لحتى نشجعهم يتابعوها، بالاخص ان هي كثير مفيده بتحريك جميع عضلات الجسم؟ هل هي بنبلش فيها من عمر 6 سنين وطالع، خاصة للأطفال. الأطفال الشيء اللي بيحفزهم بالرياضة اللي هنن عم يلعبوها هي الموسيقى، مثل ما حكينا أول شيء. لما أنت بتجي بتحطي لهم موسيقى بدك تعلميهم حركات بسيطة، هي أكثر شيء بتعتمد على الذراعين والساقين. هدول الشغلتين لما بيندمجوا مع بعض بيصير في الولد إنه هو عنده سهولة الحركة، بيصير عنده هو سهل إنه يتحرك. نحن ما منبلش بالتدريب بشكل صعب، منبلش بشكل تدريجي، منعلمه خطوة خطوة، هي تجي سهل عليه، يعني سهل انه هو بقى بيصير هو بده بقى يرقص لحاله. خاصة هلا الأطفال أغلبهم بس عم يحركوا كتير، فهنم بيعوضوها فرد نشاط كبير، فهنم بيعوضوهم بالرقص. هذا الشيء الرقص هو بيخليه عندهم حافز كبير، بيفرغوا هالطاقة اللي عندهم، بتصير عندهم طاقة إيجابية بشكل كبير. هديلا خلينا نحكي، ليش نحن عم نحكي اليوم عن الزومبا للأطفال؟ شو بتفيدهم؟ أنت ذكرتي كمان في عمر معين هو 6 سنين، من عمر 6 سنين. خلينا نحكي عن الفوائد لهذا العمر بالذات وما بعده. هلا أهم شيء بالأطفال إنه بتقوي شخصيتهم. كثير في عندك أطفال بتشوفيهم عندهم انحيادية بعيد عن التوحد، بس بتحسيهم إنه بحالهم. الزومبا الأطفال هي بتعطيهم ثقة بحالهم، خلطة اجتماعية، بصير في تآلف، محبة، مودة بين بعض. خاصة كمان إنه هي مفيدة لأجسامهم، يعني هلا عندك أغلب الأمهات والأهالي بينسوا إنه أولادهم ينتبهوا على نظامهم الغذائي، هي أكبر غلط. هلا كتير في عندي أنا أولاد بالمدرسة كتير صحتهم يعني شيء زايد عن عندهم وزن زايد بالسمن كثير، فهون هذا غلط. لما الامهات بتفوتهم على النادي فهون بتحس انه خلص صار لازم يلتزم هو بنظام غذائي بالرياضه، هون بصير بقى هو لحاله انه خلص انا بدي انحف وبدي العب هاي الرياضه مشان انحف، انا ظبط جسمي عن غير. فهون هي بتعطي ليونه للجسم، لياقه، بتزيد المحبه بين بعض، وخاصه انه بصير في خلطه، يعني شخصيته بتقوى للولد فقط لا غير. تماما. خلينا نحكي مين هن الاطفال يلي ما بيقدروا يرقصوا او يمارسوا رياضه الزومبا. تمام. هلا الزومبا هي بشكل عام بدها لياقه عاليه، بدها نشاط عالي. فهون اللي عنده مشاكل بالقلب
هي ما بنخليه يلعب لانه بتاثر على قلبه، لانه الزومبا هي فيها كثير نزل، فيها كثير وسف، فيها كثير مثلا حركات سريعه. طبعا مع بيكون صار شهر شهرين بده يبلش بتقدم بالزومبا، مو بيضل مثلا على حركات بسيطه، فهون بيكون اللي عنده مشاكل بالقلب هو بيبتعد تماما عن الزومبا. اللي عنده مشاكل بالمفاصل بالركب، خاصة أكتر شيء بالركب، لأنه هي مو بيكون فيها عملية الوسب بتأثر على المفاصل تبعه فبتمنعه أنه يلعب. اللي عنده مثلا مشاكل بالظهر، لأنه في كتير حركات يمين يسار لقدام لورا سريعة فجأة بتجي، يعني أول شيء مثلا بيكون عم يمشي بعدين مثلا بده يرفع إيده بده يحرك، هي إذا عنده مشاكل كمان بالظهر بتأثر عليك بشكل كبير. طيب خلينا نحكي عن كل قديش بينصح الأطفال إنه يلعبوا زومبا بالأسبوع مثلا إذا بدنا نحكي، أو حتى باليوم. وخلينا نحكي في تمارين تحضيرية لازم تكون قبل ما يبلش درس الزومبا للأطفال. طبعا أي رياضة بالعالم في إلى أحماء خاص فيها، لأنه ما بيصير أنا فوت ألعب شيء معين فجأة يعني اصدم العضلات بيصير صدمه، هي ابدا. نحن بنبلش باحماء بخص الزومبا، طبعا هي بيكون نفسها تمارين راقصه غير الرقصات، بيكون في لها تمارين راقصه حصرا. مده زمنيه تقريبا 10 دقائق، يعني 10 دقائق للربع ساعه هي الاحماء. بنبلش نحن بالتدريب. هلا هي بنحكي هون انه عن التدريب، ما بيصير انا فيني اقول مثلا الرقصه، هلا الرقصه ما بتستغرق تقريبا شهر، احيانا بتستغرق اسبوع، يعني احنا ما فينا هون نحدد وقت تدريبي للزومبا، لانه هون حسب بقى ذكاء الولد، يا هو بيتعلم بشكل اسرع يا هو بيتعلم ببطء، فهون انا بيصير معي انا تقريبا بطء بالتدريب. انا اصلا انه هي بتاخذ جهد وبدها يعني بدها جهد من الطفل، فنحن مثلا بنخصص له 3 ايام بالاسبوع ولا يوميا، هي هلا هون حسب بقى اللي عم يمارس هالرياضه. يعني هلا في عندك اهالي ما انا فاضيه كل يوم تبعت اولادها على النادي، مثلا فاضيه يومين بالاسبوع جمعه وسبت على فضات الاهل، هون بنرجع على فضات الاهل. في عندك طلاب كل يوم تتمرن يعني يوميا، في عندك طلاب يوم اي يوم لا، هون فهون بنرجع على فضات الاهل كيف بيحطوا اولادهم. بس هي يفضل يوم اي يوم لا مشان الولد ما يمل، مشان الولد ياخذ وقت بين كل تمرين وتمرين، هون بيصير الولد لحاله بيرتاح. الرياضة هي مثل ما ذكرنا بالمتقدمة أو رياضة الزومبا هي أكيد مفيدة للكبار وللصغار وللصبيان وللبنات أيضا، ولكن بلاقي الصبيان إنه لا أنا ما برقص مثل البنات، لا مدري شو هذا الحكي اللي يمكن هو بيسمعه بس ما أنا عارفان اليوم قديش هي رياضة هي للاثنين، هي كتير مهمة. خلينا نحكي عن هاي النقطة إذا كان في عندك ولد هيك عنده هاي هاي المشكلة. هلا كتير أنا بتصير هاي عندي بالمدرسة حصرا إنه بكون عم رقص البنات، بيجوا الصبيان يي هدول عم يرقصوا زومبا، مثلا احيانا بنجمعهم كلهم نعمل لهم احماء سوا، لا هي زومبا مثلا، ما عاد بيفرق انه هي خلص مو شاف البنت عم ترقص بفكر انه هو اذا انا بدي بقى حصرا انا انه انا مو لانه بدربها لها، اذا بدي له تعا انا دربك لا ما بدي انا زومبا، بيصير هو انه خلص حط الزومبا. بس في عندي صبيان بالنادي بيرقصوا زومبا، بيرقصوا بشكل فظيع قد ما انه حلو، يعني كثير حلو. عندي صبيان باعمار صغيره كثير بترقص زومبا، يعني خاصة أنا هلأ ما بحب، أنا بحب التنوع بين الصبيان والبنات، ما بحب إنه خلص هي بنت إنه خلص هي عم ترقص زومبا. هلأ حتى الكبار عم نشوف نحن بالنوادي وبالدورات عنا الشباب أكثر من البنات، يعني صار هي عنا هي تطور الزومبا. طيب ما نحن بما إنه هلأ هيك خلينا نقول إنه صار لك كذا سنة هيك دارجة قصة رياضة الزومبا، سألتك من شوي يمكن كل رياضة أو أي يمكن نشاط هو له بعدين هدف لقدام. صح. رياضة الزومبا بسوريا يمكن بلشت بسنوات قليلة ماضية، ولكن هلأ قديش هي تطورت وبعدين شو مو الفينال خلينا نقول الخطوات المتقدمة. صح. هي شو بتفيدهم لهدول الأولاد غير اللياقة؟
تمام. هلا هي مثل ما قلتي نحن بلشنا في بطولات، في حتى عم يهتم فيها لهي الرياضه. ايه في بطولات كمان، انا عندي يعني بالمدرسه كثير بعمل بطولات. حلو. بحاول انه مشان الولد ما يقول انه انا بس عم برقص، مشان يصير بقى عنده الحافز اللي حكينا عليه من شوي انه انا بدي ضل عم مارس هالرياضه. في مدارس ثانيه بتجيبيهم بيصيروا يتباروا بين هي البنات وهي البنات، مثلا الاحلى الحركات كلها صح، الحركات كلها متساويه مثل هدول بيربح. هيك احنا عندنا مثل كيف مثلا عندك بيصير بطولات بين القدم والسله مثلا، بين كل فريق وفريق، كل مدرسه ومدرسه. كمان الزومبا صار لها بطولات، بطوله الزومبا صارت هون عندنا كمان تقريب الاساسي. في كمان عندك هون بيعطيها هون الحافز للولد انه انا يلا هلا بدي ضل اتعلم، بدي مثلا سجل، بدي اتعلم انه انا هلا بدي ادخل بطوله، بدي فوز ما بدي اخسر. فهون هي اللي بتخليه انه هو يكون عنده الحافز القوي. نعم. نعم نحكي عن موضوع كثير مهم، خلينا نرجع شوي للطفل لثقافه اللعب، الرياضه، حصص الرياضه حتى المدرسه، نبعدهم شوي عن قصص الايباد والتليفون. هيك بالختام خلينا ناخذ منك نصائح اليوم لكل الاهل لحتى يخلوا اولادهم يرجعوا يفعلوا هاي الثقافه، واذا فيهم مثلا يمارسوا هذا الشيء ممكن بالبيت يعني. صح. هلا كثير انتشرت رقصات على اليوتيوب، وخاصة هلا انتشر كمان انه كوتشات عم تطالع الرقصات خطوة خطوة مثل كأنه هنن قدامها. فأنا بنصح الأهل دائما انه يخلوا له يدخلوا الولد بمجال الرياضة، يعني مو خاصة بس الزومبا، أي رياضة بالعالم، لأنه هنن اللي رح يستفادوا. أول شيء بيبتعدوا عن المشاكل بين الأولاد، خاصة هلا بتشوفي بيمرق ولد بيضرب ولد، خلص يعني هيك بصير في مشاكل بين الاولاد، هون بيبتعد عنا. يعني هلا اهم شيء الاهل، ليش بنقول لهم انه سجلوا اولادكم سجلوا؟ هون بيفكروا انه والله نحن بس بدنا اياهم يسجلوا، نحن لا، اول شيء لمصلحتهم، منشان ابنهم يكون في عنده لياقه مع بالرياضه، يصرف طاقه كمان. هي الطاقه اللي عنده المخزنه يصرفها بهالرياضه، ان كان الصبي للقدم، ان كان البنت للزومبا، في عنا الايروبيك، في عنا السله، المهم انه خلص بيصرف الطاقة اللي عنده بهي الرياضة. بالنسبة للزومبا دائما الواحد يختار للطفل الموسيقى اللي بتناسبه مشان ما يكرهها لهالرياضة بالذات. وأنا بتمنى أنه عن جد تضل هالرياضة بالذات تضل متطورة، ما أنه خلص أنه أنا بس فوت ألعبه، لا، بحب أنه تتطور دائما وخاصة بالنسبة للطفل. نعم. هديل نحن كثير بدنا نشكرك، وشكرا كثير لروحك الحلوه وعلى الحماس اللي انت مآمنه بشيء مهم للاطفال عم تحققوا لهم اياه. شكرا كثير لك حبيبتي. الله، شكرا كثير لك ولكل المعلومات القيمه اللي قدمتيناها وكل الطاقه الحلوه اللي منحتيناها اليوم بالاستديو. حبيبتي.